شوف الان احنا عندنا انسان باش يتوب. انا دوك الان راني نمثل لك مثال، راني في طريق ماشي مليح، راني نعصي في ربي، راني نتناول كل ما حرم الله، كما نقولوا احنا بين قوسين بلغتنا راني دايرهم كاع. حبيت نتوب الان، باش نلحق لهذه المرحله تاع حبيت نتوب لازم حاجه قبلها. ما راحش نقدر نحب نتوب حتى ندوز على واحد المرحله. واش هي؟ شكون هو اللي يتوب هذا؟ شكون؟ علاش كاين من داك الناس في الحومه نشوفوا باللي كاين ناس يتوبوا وناس ما يتوبوش؟ علاه؟ نقول لك باش تتوب اول حاجه لازم تدرك انك على خطر. اذا كان انا راني نشرب في الخمر وراني ضان في نفسي بليني مليح، وراني نتناول في المخدرات وراني نقول ما شاء الله حاجه مليحه واللي جان كاع راهم فيها وهذه هي والزمان وحنا الجينيراسيون تاعنا دايره هكذايا والله غالب وكذا، مانيش معترف باللي راني على غلط. اذا كان انا المعصيه راني نسمي فيها زهو، مانيش نقول اني ندير في الذنوب، راني نقول اني نزهه، تسمى راني غيرت لها اسمها. مستحيل نتوب، مستحيل. اذا كان انا راني نظن في نفسي باللي انا نشرب الخمر، نتبلى بنات الناس، نعقل والدين، نتناول مخدرات، ناكل الحرام ونسب ربي ونقول كلام فاحش ونهار كامل وانا نشوف اللي رايحه واللي جايه. الا كان هادو كاع راني ندير فيهم، وكاين ليستا طويله، لو كان هادو ما راني ندير فيهم كامل مع الاخر مع الاخر كي نشوف انسان رايح الجامع نقول هادو ما كاين والو، حنا انا قلبي نضيف على هادوك. مستحيل نتوب، ما نتوبش. نقول لك علاه، هذا واش يسموه رده فعل للذنب شيطانيه تاع ابليس. شوف ادم عصى ربي ولا ما عصاش؟ عصى بنص القران، بصح تاب، تاب ربي. قال ربي عز وجل فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه. وشنو هما الكلمات؟ الكلمات هما اعتراف، اعتراف. ادم قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يعني ادم عليه السلام اعترف بلي دار ذنب، كي اعترف ربي وفقه تاب. ابليس دار ذنب ولا ما دارش؟ قال له ربي اسجد لادم، ما سجدش. ابليس دار معصيه، كي دار المعصيه قال له ربي علاه ما سجدش؟ قال له انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تسمى المصيبه تاع ابليس ماشي في المعصيه، في الرد الفعل تاع المعصيه. لذلك ادم عليه السلام عصى الله وابليس عصى الله وشتان بين ادم وابليس. ولكن المصيبه وين؟ ادم نجح لانه اعترف ورجع الى الله، وابليس ما اعترفش. ابليس ولا يقول لك انا خير منه. ولذلك شوف الانسان يقول انا خير من هذوك الناس ما يتوبش، والمراه اللي تقول لك انا يا متبرجه بصح خير من هذوك اللي يلبسوا الحجاب ما تتوبش. شكون يتوب؟ يتوب اللي يقول لك ادعي لنا ربي يهدينا رانا خاربينها، نسال الله يعفو عني، ان شاء الله ما نموتش هكذا، ان شاء الله ما نكبرش هكذا، ان شاء الله ما نبقاش هكذا. هذاك يتوب. هذاك علاه؟ لانه عارف روحه انه على خطر. انت كيفاش تتوب وانت ما عبكش بليك على خطر؟ لازم تفهم باللي الطريق هذه تخبطك في البيطون، لازم تفهم باللي الطريق هذه ما تخرجكش، ماشي ما تخرجكش استغفر الله غلط، تخرجك في جهنم. نسال الله يعافينا ويعافيك ان شاء الله، ان شاء الله ربي يحرم هذه الوجوه على النار ان شاء الله. اذا انت لازم ديرها هذه وتشعر بالخطر. كي تشعر بالخطر تبدا تفكر، تنتقل الى مرحله ثانيه. وشنو هي المرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه هي مرحله التفكر والتدبر. كي تقعد انت مع روحك الحمد لله ربي عطاك عقل، عطاك عقل تقدر تفكر في اي حاجه، وكل واحد فينا يقدر يحسب صرفه كما نقولوا احنا. انت تقدر تريح مع روحك، تجبد روحك وحدك وحدك وتريح وتقول انا، تطرح اسئله سهله ما تجيبها لا من القران لا من السنه، وحدك هكذا من لسانك تجيبها، تقول انا وراني رايح بها، انا لو كان نموت هكذا واش يكون المصير تاعي مع ربي سبحانه وتعالى. الموت يكتاتي، ما تستاذنش، الموت لا ينتظر صغيرا حتى يكبر، ولا ينتظر صحيحا حتى يمرض، ولا ينتظر غائبا حتى ياتي. الموت والله ما يستنى، يديك وين كنت وكيما كنت وفي السن اللي كنت. لذلك انت دير في بالك باللي الموت قد ياتي في اي لحظه. هل انا اذا جاء الموت راني واجد؟ هل انا راني مع ربي سبحانه وتعالى؟ ربي ينظر الي نظره مليحه، راه ساخط عليا، راه يحبني ماهوش يحبني. مهمه مكانتك عند الله، مهمه نظره الله اليك. اذا سالت نفسك هذه الاسئله انا نقول لك التوب عن سرعه، لان هذا السؤال راح يولي جينيك.
يولي ما يخليكش تستحل المعصيه. كل ما تديرها تعود تقول اه ولا لا ماناش ملاح، اوه الشيء اللي هذا الجماعه ماهيش جماعه، اوه هذا الكلام يوم يقولوا فيه جماعه ماهوش موضوع مليح هذا، اوه الطريق اللي رانا ماشيين فيها ماهيش طريق. كي تبدا تسال نفسك وتفكر مع نفسك، بصح ما تفكرش مع جماعتك، فكر مع نفسك، لان الزانيه ودت لو ان النساء كلهن زواني، ماذا به السارق يقولوا الناس كاع سراقين، وماذا به اللي يخمر ماذا به الناس كاع تولي تخمر، واللي راه يعمر في راسه ماذا به الناس كاع تولي تعمر راسها. دير في بالك بلي صاحبك لا يريد لك الخير اذا كنتم على الشر، ما تقول له ما يقولكش استنى نتوبوا كيف كيف، غير ما كان لها هذه غير ما كان لها تسنى، قال انا نفكر وحدي نروح لدارنا ونجلس ونغلق على روحي ونفكر، انا دوكا وكان نموت وين رايح، انا كيما راني هكذا ربي راه مليح معايا ولا مش مليح معايا. صارح نفسك ما تخبيش، صارح نفسك، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. ما تبداش تكاموفلي على نفسك تقول الحمد لله راك تشوف فيا انا هكذا وانا بصح قلبي نظيف قلبي، كيفاش خمس صلوات ربي يقول لك حي على الصلاه حي على الفلاح وانت يا رايح صاد الجهه اخرى وتقول لي قلبك نظيف؟ ربي عز وجل قال لك اركع لي، انا وكلتك، انا شربتك، انا كبرتك، انا اعطيت لك الهواء اللي تتنفس فيه دركا. العافيه هذه اللي انا قاعدين فيها عافيه ولا مش عافيه؟ عافيه، نعمه عظيمه اعطاها لنا ربي سبحانه وتعالى، وحنا ما نستحوش. ربي عيط لنا خمس صلوات حي على الصلاه حي على الفلاح، ما كاش الله اكبر، حنا نقولوا لا ماشي انت اكبر، كاين شهوات اكبر منك، كاين حاجه واحده اخرى اكبر منك، كاين ماتش راح يلعب اكبر منك. ربي يقولنا الله اكبر، لا ماشي انت اكبر، نفسي اكبر، كاين زهو اكبر، كاين سهره اكبر، هذا هو اللسان تاعنا يقول هكذا، والحال تاعنا راه يقول هكذا. ما نكذبوش على نفوسنا، نقولوا الله اكبر بصح ربي في نفوسنا ماهوش اكبر. كي يكون الله اكبر ترفد المارطو هذاك تجي تضرب هكذاك تسمر، الله اكبر نحطوا الروح، الله اكبر الله غالب. قالت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمازحنا ويداعبنا، يعني كي يدخل الدار يقصر مع العائلة تاعو مع زوجته مع اولاده كيما الاب يحكي ويقصر، يولي اب الرسول عليه الصلاة والسلام، يولي زوجه اب في الدار. قالت ولكن إذا أذن بلال كأنه لا يعرفنا، كي تروح يولي الأذن يتقلب النبي عليه الصلاة والسلام، يتقلب عليهم خلاص، يولي خلاص حبس كلش، ماني أب ماني زوج، دوكا راني عبد لله، غلق سوق الدنيا يفتح سوق الآخرة. نروح نصلي. شوفوا إخواني الكرام، المحبة ليست شعارات، والدين تاعنا لا يقبل انتماءات زائفة. أنا مسلم في كاردي دونديتي، انا مسلم، علاه انت مسلم؟ كي اسمك محمد مسلم، ورينا الاسلام تاعك في الدنيا، في الدنيا هذه انت راك عبد لشهواتك، راك عمرك في حياتك ما استجبت لله تبارك وتعالى، راك على ربي ما تركحاش. كيفاش تقول لي انا عبد لله؟ كيفاش انا عبد لله؟ مين جبت هذه؟ مين جبتها؟ كاردي دونديتي احنا مسلمين، لازم نترجموا الاسلام تاعنا، لازم نترجموه في الواقع، لازم لنا هذيك لا اله الا الله هي المحرك تاعنا نحو الله تبارك وتعالى. لازم لنا في حياتنا يا اخواني الكرام باش حقيقة نثبتوا وجودنا ونقولوا بلي صح انا راني هنا موجود، ونقول لربي عز وجل انا ما خلقتنيش باطل راني موجود عبد وندخل الجنة بإذن الله، هذا اعظم مشروع تنجزه في حياتك. ولذلك انا نعتقد انه اكبر هدف واكبر حاجة يحققها الانسان في حياته هي التوبة. اكبر مشروع واحسن لقطة ديرها في حياتك هي المصالحة مع الله، أنك تترك كل ما يغضب الله عز وجل وتلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى. دير في بالك باللي راح تكون أحسن لقطة درتها، كما نقولوا احنا أحسن هدة درتها في حياتك، أنك ترجع إلى الله تبارك وتعالى وتقول له ربي ها أنا ذا خلاص أنا جيت. هذه شوف أنا راح نحلف لك بربي والله ما راح تلقى سعادة كما هذيك اللقطة. جاني واحد الإنسان له البارح قال لي تبت، قال لي وخلاص يعني يحضر معنا مسكين الحلقات، قال لي والله، قال لي شوف، قال لي ما كنت نظن باللي التوبة حلوة كيما هكذا، قال لي شوف صدقني ملي تبت وانا مبتسم ما قدرتش نكسر في وجهي، قال لي صدقني، قال لي الراحة اللي حسيت بها في حياتي وكان يحبسوني الماكلة والشراب نبقى نضحك، قال لي راحة عجيبة، قال لي واللي اسعدني واثر فيا جزاه الله خيرا، قال لي الحاجة اللي فرحتني بزاف، قال لي والله وتشوف الفرحة على أمي وأبي وكيفاش فرحوا بيا، قال لي شيء عجيب. يعني الوالدين زاد فرح والديه،
يعني عبك دير مليح في بالك بلي باباك ويماك وخوتك وخواتاتك العائلة تاعكم كي يشوفوك تبتي لله تبارك وتعالى هذا أعظم فرح تدخلوا عليهم. خير ملي تجيب لهم كاجو بانان ولا تجيب لهم حاجة ولا تقول لهم ما يديكم، والله غير أحسن من كل شيء. أمك تفرح بك بتوبتك أكثر من اللي تروح تشيلها 50 كيلو ذهب. فما ظننا برب العالمين الذي هو أشد فرحا بتوبة عبده. ربي عز وجل يفرح بك واحد الفرحة كتوب، هو ما يحتاجكش سبحان الله. كيفاش ما نحبوش، كيفاش ما نحبوش ربي سبحانه وتعالى، وهو يفرح بنا إذا تبنا وهو ما يحتاجناش. هو دير قانون، جي وانت بقلب سليم جنة، وتجي وانت تكفر بالله النار. ولا يضره عبد عصى كما لا ينفعه عبد أطاعه. ولهذا شوف التوبة من أعظم الأشياء التي تدفعك هذه المرحلتين. أول حاجة اسمع مليح، أنك تشعر بلك راك على خطأ وعلى خطر. والأمر الثاني كي تشعر بالخطر لازم تجلس مع نفسك مرة ولا اثنين ولا ثلاثة وتعتزل وتفكر. شوف فكر وتدبر هذا الطريق وراح تخرج اللي راك فيها الآن، وافهم على نفسك أنك لابد عليك من الرجوع إلى الله عز وجل. كي تشعر بهذا الأمر هنا تبدأ التوبة.